بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم بيكم معاكم أشرف رمضان. إن شاء الله في الفيديو ده هكلمكم عن كفاءة تحويل طاقة الخلية الشمسية. كفاءة تحويل طاقة الخلية طاقة الباور يا شباب، كفاءة تحويل الباور للخلية الشمسية اللي احنا بنسميها البي في انرجي كونفرجن افشنسي. يبقى موضوع الفيديو ده هيتكلم عن الافشنسي الخاصة بالالواح الشمسية، وده موضوع مهم جدا. في ناس فهم الموضوع بطريقة خاطئة في موضوع الافشنسي. طيب تعريف الافشنسي او كفاءة تحويل طاقة الخلية الشمسية هو ايه التعريف؟ هو النسبة المئوية للقدرة المحولة من الإشعاع الضوئي الممتص. زي ما اتفقنا اللوح بيحول أشعة الشمس مش حرارة الشمس، خلي بالك اللوح بيحول أشعة الشمس اللي احنا قلنا التعريف بتاع إشعاع الشمس اللي هو ايه؟ الإيراديانس. زي ما انت كنت فاكر في حالة او في الفيديو الخاص بايه اللي مكتوب على اللوح الشمسي، قلنا الاختبارات بتتم تحت الـ STC الـ Standard Test Condition، وكان عندي قيمة للوات على المتر المربع أو الـ Irradiance. الـ Irradiance اللي هو الإشعاع الشمسي، وحدة قياس الـ Irradiance يا شباب وات على المتر المربع. يبقى أنا بجيب الـ Irradiance Under Test Condition في حالات الاختبارات القياسية بشوفها كام، ودي بتكون بالوات على المتر المربع، وبشوف مساحة سطح الخلية. انا عندي الريديانس وعندي مساحة سطح الخلية، وبشوف الباور الكهربية اللي بينتجها اللوح، ومن التلات حاجات دول بطلع الافشنسي اللي انت شايفها قدامك اللي هي الايتا، ودي بتساوي كمعادلة الايتا بتساوي البي ام. يعني ايه بي ام؟ خدناها كذا مرة، الماكسيمم باور بوينت. يبقى بي ام ماكسيمم باور بوينت دي الالكتريكال باور جنريتد، تمام، الباور اللي هيتم توليدها بالوات، الالكتريكال باور جنريتد باي ذس مين البي في موديول. يبقى القدره اللي هي الكهربيه اللي هيتم توليدها بواسطه هذا الموديول بالوات هي اللي احنا بنسميها البي ام الماكسيمم باور بوينت، تمام. بما ان هي معادلة efficiency كفاءة، الكفاءة دي بتبقى كذا في المية، 70% 90% 95% 100%. النسبة دي بتيجي ازاي؟ حساب نسبة الكفاءة طبعا هي dimensionless، يبقى الكفاءة ملهاش وحدة قياس. طب انا قلت فوق في البي ام الباور ماكسيمم او الماكسيمم باور، تمام، بوينت جنريتد او الالكتريكال باور جنريتد باي اللوح ده، يبقى فوق في ايه؟ في وات. طب تحت لازم يبقى في وات. طب انا قلت في عندي الريديانس وفي مساحه، السطح بتاع السيل بتقاس بالمتر المربع، تمام، يبقى انا لازم اضرب الريديانس اللي هو بالوات على المتر المربع في متر مربع، بطير متر مربع مع متر مربع يفضل عندي المقام بمين؟ بالوات، والبسط بالوات. يبقى انا بقسم وات على وات بتطلع دايمنشن ليس. يبقى تاني معادلة الافشنسي الخاصة بالالواح الشمسية الايتا بتساوي البي ماكسيمم مقسومة على الاي مضروبة في مين؟ في الاي سي. طيب البي ماكسيمم الماكسيمم باور بوينت تراكنج او الماكسيمم باور بوينت القدرة الكهربية المولدة بواسطة هذا اللوح، تمام، على الاي اللي هي الريديانس او الاشعاع الخاص بهذا اللوح، وده بيقاس بالوات على المتر المربع، باخد القيمة اللي هي عند الـ STC بضربها في الـ AC. الـ AC اللي هي Surface Area of a Solar Cell اللي هي مساحة مقطع الخلية الشمسية. يبقى في الفيديو ده اتعرفنا على معلومة مهمة جدا، كفاءة تحويل طاقة الخلية الشمسية او الـ PV Energy Conversion Efficiency. يبقى الموضوع اساسا بيتكلم عن الـ Efficiency الخاصة بالخلية، وبالتالي الافشنسي الخاصة بالموديول. واحنا قلنا التعريف هو النسبة المئوية للقدرة المحولة من الاشعاع الضوئي الممتص، تمام، لما اكون موصل الخلية بالدائرة الكهربية، وقلنا الايتا بتساوي الباور ماكسيمم مقسومة على الاي مضروبة في الاي سي، وقلنا الباور
ماكسيمم او الماكسيمم باور بوينت اللي هي فوق بالوات، وتحت في عندي الراديانس بالوات على المتر المربع، بضربه في مساحة سطح الخلية اللي هي بالمتر المربع، بطير متر مربع مع متر مربع يفضل وات تحت وفي وات فوق، تبقى دي هتطلع نسبة مئوية وهي اللي بتحدد لي الافشنسي او كفاءة الخلية وبالتالي كفاءة اللوح الشمسي. لازم انت كمهندس تبدأ تبص على موضوع الافشنسي ده، من اهم البارامترز اللي انت لازم تاخد بالك منها، ان اللوح ده الكفاءة بتاعته كام، 20% 19% 21%. وللمعلومة الشركات دلوقتي بتتنافس في موضوع الافشنسي الخاصة باللوح، عشان يعالي الافشنسي الخاصة باللوح لازم يعمل انهانسمنت او تحسين للخلية الشمسية نفسها، مش يزود لي عدد الخلايا. المعلومة دي في ناس كتيرة جدا فهمها غلط، ان هو بيعلي الافشنسي بيكبر لي مساحة سطح اللوح ويقول لي الافشنسي زادت. لا، انا عايز على مساحة سطح اللوح نفسها اعمل لي انهانسمنت او اعمل لي تحسين في السل الخاصة بالطاقة الشمسية نفسها، تؤدي الى تحسين القدرة المنتجة من هذه السل. وزي ما قلنا الافشنسي عبارة عن الكهرباء اللي هي بالوات او الانرجي او الباور البي ماكسيمم او الماكسيمم باور بوينت، مقسومة على الراديانس مضروب في مساحة سطح الخلية. وبالتالي انت لازم تعلي الاداء بان انت تطلع كهرباء اكتر من نفس السايز الخاص بالخلية، وبالتالي انت بتحسن الافشنسي. طبعا كل الناس بتاخد المعادلة دي عشان يطلع باور اكتر، هو بيشوف يظبط موضوع الراديانس او يظبط الاريا الخاصة بالسيل، وبالتالي معظم الناس بتشتغل على الاريا الخاصة بالسيل، فهو يقول لك انا حسنت الكفاءة، هو كل اللي عمله زود مساحة مقطع الخلية. ولكن ديبلي لازم تبقى فاهم، عشان ازود الافشنسي الخاصة باللوح الشمسي و الالواح الشمسية بصفة عامة، كفاءتها بتعتمد على كفاءة الخلية، عشان تعمل انهانسمنت حقيقي او تحسين حقيقي في كفاءة اللوح الشمسي لازم تعمل انهانسمنت للسيل اللي هي الفوتوسيل الخاصة، وتبدأ تعمل عمليات تحسين داخلية على انتاج كل سيل، وبالتالي لما تجمع كل سيل في موديول يبقى الافشنسي الكلية الخاصة باللوح تم تحسينها. وان شاء الله هشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالطاقة الشمسية بصفة عامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.